هل يجوز للأب أن يبيع شيئا من أملاك أحد أبنائه أو لا يجوز؟ يجوز للوالد أن يأخذ من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه، إذا كانت هذه الأملاك فيها فضل وفيها زيادة عن حاجة الولد فلا بأس للوالد أن يأخذ منها وأن يتملك منها، لقوله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، لقوله صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. أما إذا كان هذه الأملاك يحتاجها الابن لضرورته وحاجته فلا يجوز للوالد أن يصادرها وأن يأخذها والولد بحاجة إليها أو يضره أخذها. نعم.